ما بعرف شو بدي اقول لك يا ديما، بقول لك شو، بعد ما بدا هي نفس بشرية تتغير مع المواقف والظروف. بدي اقول لك حق معك كمان نفس الشي، حربك حرب صعب، خاصة انك انت مع شخص معلوم الشخص ولكن مجهول الدوافع. يكفي انه من بيت لبيتان، يعني ديما اللي كانت تبعد الشر عنها وعن عائلتها وعن زوجها، عم تطالب هلا انه يتقرب الشر، انه بدها هذا الشيء لو شو ما كان. شو اعمل؟ ما بعرف شو اتصرف، ما بعرف. بس اللي بدي اقول لك اياه، هي دوامه انتبهي منها كتير.